الشقيقة المعروفة رئيسة جمعية قرآنية. تكونت مع منتدى الجاحظة في مشروع التوقي ضد العنف. تكون كان تكوين جدي وهادف، ومن بعد حبينا نعمله نحن ننقلوا العلم اللي تلقيناها للأجيال الأخرى أو للمناطق الأخرى أو لمن لم يسعف الحظ باش يكون معانا. كان في هذا الإطار تندرج الحصة متاع اليوم اللي عملتها حول فض النزاعات. كان حضور جيد، وكانت حسيت التفاعل وحسيت الفايدة حصلت مع المجموعة اللي تكونت معايا، والحمد لله رب العالمين. رضوان الجبالي، تشرفت اليوم بالحضور في جمعية منتدى جاحظ. تشرفنا معناها بالفورماسيون اللي أعطتنا ثقافة الحوار والتطرف، معناها كيفاش نخرج من التطرف، وأهم شيء الثقافة. معناها هذه النظرية سنطوعها في أقرب الأجيال على مستوى عملي وتوعوي للمجتمع بجهة الكافة، وشكراً.